الصدور كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فاتحة مرحبا به كل زور ممتلئ فيه شور مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا شايشاً وافخر بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصيام القيامة يا هلا الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور مرحبا واثنية ترحيب والرأس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور محفلا فيها النشام مرحبا ولنا من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فاتحة مرحبا به كل زور ممتلئ فيه شور مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور ليلة تسوى 80 ليلة من طرب والرأس من هو يشيله شايشا وافخر بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصخور مرحبا من شايشا وافخر بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصخور مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نوره ساطع يا رجال انت عز روج الله يا سلام عدد منوره ساطع يا رجال انت عز الشعر روج الله كلهم في حاله راحوا تشوفوا الاخبار الله يعينكم شنو الاعلام ستريدوا ما شفتوا شغل علومكم والله شاكر حبينا عليكم مسلمين مشاركين وباقيين نقول بيض الله وجهك الشيخ ابو حسين والاخ سالم الحطاني وجميع اعضاء اللجنه القائمين على هذا البرنامج الطيب المميز وهذه برنامج يرفع الرأس ويكتشف المواهب الشابة الطيبة
الحمد لله والشكر لله، كلنا اجتمعنا في ذا المكان الطيب أخوان وربع ورفاقة. الله يا ربي يعز ولاة أمرنا ويحفظهم ويعزهم ولا يعز عليهم. وقبلنا عليكم يا قناة الواقع مشاركين ومسلمين عليكم، ويشرفنا نكون مع أخويانا الحاضرين من الضيوف. والله يبيض وجيهكم، وحنا نعين ونعاون وحاضرين معكم بالدعم المادي والمعنوي. مرحبا وسلامتكم. مرحبا والسلامه. يقول يا سلامي عدد ما نورها ساطع، يا رجال انت عز الشعر والجله. يا سلامي عدد ما نورها ساطع، يا رجال انت عز الشعر والجله. كل نجم طلع من منطقة الواقع يقسم المجد والناموس في حلة. سلام. مرحبا ومسهلا يا ابني عمي، والله العظيم يحضركم من أوسامة على صدري. ويرحبوا ترحب المطل، انتم ولا القحاطية ربع الموجودين. الله يطول. مرحبا بكم ترحب المطل. والله يبيض وجيه اخوياك اللي يجمعونا في المنطقة الطيب. يا مرحبا. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. يا مرحب. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم تحايا المطر يلي على الحد المطرف. الله يحييكم تحايا المطر. يا مرحبا. جيتكم الليل عند ناموس الناف اقلطوا، والله يحييكم. يا مرحبا. يا مرحبا. مرحبا حياكم الله. الشيخ مرحبا. الشيخ بدر الحسين. ونعم. يا هلا وسهلا. حياكم الله. يا مرحبا. اقلطوا اقلطوا الله يحييكم. اقلطوا مرحبا. حياكم الله يا هلا. تفضلوا 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 تفضلوا. يلا حييهم. احنا هنا يا محمد. تعال هنا. هلا. تعال معي. حياكم الله يا هلا وسهلا. تعالوا هنا. تعالوا. مرحبا ومسهلا. وصال. حياكم الله. حياك الله يا هلا. ارحب يا رجال. ارحب. حياكم الله. هلا وسهلا. حسين. اسم الرجال ذا اللي جمع بالصالة. اسم الرجال. يا مرحبا ومسهلا. مسلم بوالد. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا مرحبا فيها من النور.
يشن وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا زعامة مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. واثنية ترحيب والراس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تقول. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. محفل فيه النشام الفونا مرحبا صدور. كل طيب يوم جانا هلابه والمجالس فاتحه مرحبا به. كل زور ممتلئ في شور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى شايشا وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور. يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. واثنية ترحيب والراس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تقول. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. محفل فيه النشام الفونا مرحبا ولين من يوم جونا والفرح داهم جميع صدور. كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فاتحة مرحبا به. كل زور ممتلئ في شور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة.
راسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامه يا هلا الوقفه ولا الزعمه. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا منا ليوم القيامه يا هلا الوقفه ولا الزعمه. مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والراس طايل بالرجال للوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تقول. مرحبا منا ليوم القيامه يا هلا الوقفه ولا الزعمه. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. هلا مرحبا بضيوفنا الليلة فوز وار. مرحبا مرحبا وارحبوا ترحب المطر. والله العظيم انكم اسعدتونا وشرفتونا واليوم والله انا من ثلاث الاعياد ومرحبا ومسهلا. اقلطوا مرحبا ومسهلا وقهوه. يا مال السلام يا مال السلام. طول عماركم يبيض وجيهكم هذا الليل المبروك. والله ان واجهنا نشامه ورجال غانمين وعلومهم كلها طيبه. هذا المجمع الطيب اللي يدعم الشباب ويكتشف مواهبهم والله يقويكم ويجملكم ان شاء الله. لو ان التراحيب بتزيد في قدركم رحبنا بكم كل ثانيه وكل دقيقه وكل وقت. والله يحييكم تحيه. والله ما قصرتوا في شيء. الله يبيض وجيهكم جميعا. والله ان من يوم جينا وانتم تهلون وترحبون. مرحبا. الله يطول عماركم يسلمكم. بدينا اي الحين يلا بدينا كلم يا راشد اطلع نقعد. معي حاتم افتحي الشاشة يلا وعدي لي لين عشر عشان ابدا. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة زاهية باهية اكتمل فيها القمر بدرا قبل زمانه وفي غير محله ومكانه. ليلة كأنها من ليالي العمر التي قال فيها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن: ليلة
لو باقي ليلة بعمري أبيها الليلة هي ليلة عمر. ليلة امتزج فيها الفن بالثقافة والثقافة بالفلكلور والفلكلور بالأصالة لتتجلى لنا أجمل ليلة نكهتها جنوبية ولونها أصيل ولسان حالها يقول أنا السعادة والسمو والأناقة أنا جذور الأمس مع فجة النور. يطل علينا هذه الليلة التراث الثقافي الغير مادي في أزهى صورة وأجمل حلة. فباسمي وباسم زملائي المتفردين وباسم قناتي الواقع وباسم قناتي الواقع المتفردة نرحب بضيوفنا الكرام وضيوف الزملاء المبدعين سالم بن معدي وحسين الصيعري في هذه الأمسية والليلة الجنوبية المختلفة. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم مع الزميل علي بن مناحي، فليتفضل مشكورا. مرحبا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إياكم. جزاك الله خير. كل البدايات عنوانها النور وصوتها يكون محفوف بالترحيب والسرور. كان ولا زال نور وجوده من أكبر دواعي السرور. قصيدة كالنور محفوفة بباقة من الترحيب والسرور مع الشاعر الجزل مبارك الصخيل. أقول قد لي سنة وأفكار الأشعار حيام والعد راهي والرشاع المحالة أعرف هجوسي للمواقيف مقدام ترد على العد الرهاوي إحبالة. أحياناً أكتب وسط ضوضاء وزحام وأحيان ما يبغي حد في إقبالة. مزاج متقلب على طول الأيام ويروق اليوم انسبح في خياله. جيت الشعر من باب تحقيق الأحلام وجيت الشعر من باب جزل المقالة ولجيت أدور واسطة عند الإعلام تعاملي بالكاش ما هو حوالة. واليوم حالة للطواريب الأرقام الرقم الأول مالها غير حالة. أعلن تنافس بين ذاتي والإلهام تنافس أهل الطيب وأهل الشكالة. الذات قال أبشر لك بسيف وحزام والإلهام قال أبشر بحبك الجزالة ويا موحي ووحي على خير لنا ويا مثبت برض البسيطة جبالة. ذكره وجب ونعتبر ذكره الزام لأن أفضل الأذكار ذكر الجلالة. ثم بعدها حب الوطن غصب ورغام والله يديم الأمن وأهل العدالة. ثم بعدها حب الوطن غصب ورغام والله يديم الأمن وأهل العدالة ويديم سلمان الحزم طول الأعوام ملك حكم بالعدل طيب ونبالة. ومحمد اللي لا وقف ضد الأخصام ولي عهد المملكة حي فالة. ومحمد اللي لا وقف ضد الأخصام ولي عهد المملكة حي فاله. رؤية وطن مستقبل الشعب منام نشهد كل الفخر في خصاله. رؤية وطن مستقبل الشعب منام نشهد كل الفخر في خصاله. حاكم ولد حاكم ومن ناس الحكام ونعم السلاله لا ذكرنا سلاله. حاكم ولد حاكم ومن ناس الحكام ونعم السلاله لا ذكرنا سلاله. جده معزي بالوغى سيف جزام اللي برك للحمل ثم ارتكاله. جده معزي بالوغى سيف جزام اللي برك للحمل ثم ارتكاله. رسم حدود الدار بالرمح وحسام جعل الجنان الخضر مثوى ماله. ثم بعدها يا مرحبا عد من صار وعد المطلة من نزال من خياله. انجدد الترحيب عام ورا عام باللي حضر في حفل ابن عمي وجاله. مجيكم
تاج على الراس وسام، يا مرحبا باللي لفه حي فاله باسمي واسم سالم عدد خط الاقلام. باسمي واسم سالم عدد خط الاقلام، يا مرحبا باهل الوفاء والجماله، انا اشهد انه بالفعل غاض الاخصام، نعم الخوي لجد ذكر في مجاله. انا اشهد انه بالفعل غاض الاخصام، نعم الخوي لجد ذكر في مجاله، هذا السريعي بالمواقيف ضرغام جواب فعل الطيب يقرا الرساله جواب، هذا السريع بالمواقيف ضرغام جواب فعل الطيب يقرا سؤاله، واختام قافي عد دورات الايام، صلوا على الهادي محمد واله. سلام الله عزان ابو فارس، الله يبيض وجهك. لا هنت يا ابو مسفر صح الله لسانك، لا يزيد النور نورا الا نور مثله، ليمتد السرور ويسبح ويصبح في حضور قاماتكم حبور. يا حسين يا حسين هات العلم، يا حسين هاته، علمك سمين ولا تجيب الا السماني، اترككم مع المبدع حسين الصيعري. يا مرحبا يا حسين، ابقى ونعمل يا حسين. عليك زود. السلام عليكم. اول شيء اقول مرحبا والله ومسهلا ترحب بالمطر، وعلى قول شطر البيت لشاعره يقول مرحبا ترحيب المطر والسنين عجاب، ترحيب شايف از من خيم تحافي ومرحبا بكم. واقول قلنا الحبو يلي حضر تردف ملايين الرحب، باسمي واسم قناتنا الواقع الرحب بالحضور، يا مرحبا بالليل هم ساسوا ومواقيف وحسب، يا مرحبا عد المطر عد الثواني والشهور، مرحبا والله ومسرة ترحيب المطر. تحدينك نبدأ الله يجزاك. انت مجمل لو ما يجيبك الا بيت ولا شط. صح الله لسانك يا حسين ومجمل وانا اخوك. لازلنا نلتمس نورا من مصابيح الدجى وكواكب مراجل واقمارها، فالاقتراب من الضوء غالبا ما يحرق الا هنا، وفي هذه الليله يشرق كوكبا دري، نلتمس منه نورا اخر. فليتفضل معاي الجميل والمبدع والقائد لهذه النسخه سالم بن معدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، حن في قناة الواقع ونعيش واقعيتنا. أنا معي ورقة مكتوبة هنا لكني بعطيكم من اللي في خاطري هنا. أنا أقول أرحبوا تراحب المطر، مرحبا إعداد ما زاعت أخطاكم، المطر جانا يوم لفيتوا علينا ذا الليل، يعلم الله ما فيه رجال منكم إلا هو غال علينا وعلى القناة وعلى المدير وعلى نائبه وعلى الإعداد وعلى من يعمل بهذه القناة. فنقول أرحبوا باسم رئيس مجلس إدارة قناة الواقع الشيخ إبراهيم بن صالح الحسين، والله أنا يستاهل الصفقة، ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ بدر بن صالح الحسين، والرئيس التنفيذي صالح الحسين، وإدارة قناة الواقع لا من نقاد ولا إعداد ولا مشرفين ولا مقدمين، مرحبا ومسهلا باسم خواني نسخة برنامج مراجل، الله يحييكم تحايا المطر. أنا كاني بزين فيكم قصيدة ولكن يكتفي بخواني، والله ما لي وجود ولا لي بياض وجه لابهم، فالله يطول عمارهم. ومرحبا ومسهلا أعيدها وأكررها، أرحبوا ثم أرحبوا. يستاهل هالمحبة أبو معدي. والآن ننتقل إلى نائب رئيس مجلس إدارة قناة الواقع الشيخ بدر الحسين، ونسمع له تحية. مرحبا، يلا حي. مرحبا، الله يسعدك يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لكم أسعد الله مساءكم وحياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم في محلكم، ضيوف أخوي سالم بن معدي وأخوي حسين الصيعري، نقول لكم حياكم الله من ملفاكم، يا مرحبا ويا مسهلا بكم في قناة الواقع باسم أخوي إبراهيم مالك القناة وباسمي وباسم المدير التنفيذي صالح الحسين، نقول حياكم الله ونورتوا وشرفتوا ويا هلا فيكم وسلامتكم.
سلمت وبيض الله وجهك جمل الله حالك من أرض عمان أرض الأصالة والكرم والأمجاد جاء ليقف شامخا نايفا عاليا سامقا الشامخ عبد الله الجنيبي. مرحبا يا اليابي. عليك زود يا عبد الرحمن. اي والله وينك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. نقول مرحبا مرحبا لين ما يبقى من المرحبا شيء. يعلم الله ان سعيدين ومستانسين بوجودكم وزيارتكم الغاليه. وعندنا ابيات مشاركه وابيات بسيطه ترحيبيه ولو ان القصيد مهما كان فيكم ما يوفي بحقكم. يقول القصيد اللي يحدك على عين الصواب تستمع له من البداية يا لين تكمله والقصيدة اللي يحدك على وضع اكتئاب ليت شاعره المزيف سكته ما كمله ولا انا اغرف من البحر واصعد للسحاب تمطر بيوتي على الجزل لينا توصله. مرحبا 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 ترحيب ما لا احصاد ولا حساب مرحبا بأهل الوفا والعلوم الأولى أنتوا اللي في المواقف تشيلون الصعاب يا أهل الناموس والطيب وأهل المرجلة. أما هذه القصيدة المشاركة بناء على طلب أخوي سالم بن معدي وبيض الله وجهه ووجه حسين الصيعري اللي خلانا نجابل وجيه المطاليق. القصيدة يقول يطول ليل العاشق السهران ويعيف الرقاد إذا تذكر داره وربعه وناسه وأهله والله ما انكر بأنني مشتاق لربوع البلاد مشتاق لهضابه ولجباله وجوه وسهله والله ما انكر بأنني مشتاق لربوع البلاد مشتاق لهضابه ولجباله وجوه وسهله يا وجد حالي على الربوع الخضر والحمر السناد اللي لهم في داخلي قدرا كبير ومنزله اصايل حامينها بالسيف ورهاف الحداد من طمع فيها لا نواها يندمر مستقبله واليوم ما حكامنا عما لمن والخير ساد الله الحمد لله راح ظلم الماضي وما تجهله في ظل قادتنا رقينا للمعالي باجتهاد الله يديم الامن معنا للسنين المقبله يا اهل السعوديه تبون الصدق والهرج الوكاد في ذمتي ما ينسبك بالطيب راعى الاوله اقولها وانا اعماني من طيور الهداد. ما عليكم زود يا اهل السعوديه تبون الصدق والهرج الوكاد في ذمتي ما ينسبك بالطيب راعى الاوله اقولها وانا اعماني من طيور الهداد مثل داري بالعلوم الطيبه والمرجله. ما عليكم زود لكني يشعر بني سعودي متكي على الشداد عز الله ان الضيف يلقى في حماكم منزله على الملك سلمان بن عبد العزيز الاعتماد على الملك سلمان بن عبد العزيز الاعتماد رمز العروبه كل صعب يسهله ويذلله ابشرفنا يا خادم البيتين حنا لك سناد حنا معك مثل الرياح اللي من الله مرسله وولي عهدك نظره عيونه مراميها بعاد وولي عهدك نظره عيونه مراميها بعاد عراب الامه دايم افكاره بدقه مذهله هذا محمد كل من يبحث برؤيته استفاد بيديه بعد الله سبحانه تحل المشكله من حكمته بافكاره الجزله يغذي الاقتصاد كل ما انتهى من مرحله تطوير يبدا مرحله يا اهل السعوديه تبون الصدق والهرج الوكاد في ذمتي ما ينسبك بالطيب راعى الاوله سلامتكم عليكم زود عليكم زود صحة ابدانكم عليكم زود ما عليك صح الله لسانك ابو سعيد وجمل الله حالك وبيض الله وجهك ان كان للنور صوت فهو صوت النور وجماله وشكله والوانه يمتزج صوته بالنور ليكون فعلا للنور صوت. نرحب بالشاعر اخوي الشاعر والمنشد اخوي سلطان بن دغيم. مرحبا يا ابو دغيم يلا حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بضيوف ابو معدي وضيوف حسين. والله انكم شرفتونا ونورتونا اليوم. والمشاركة اقول فيها الا مرحبا بضيوفنا اللي لفوا زوار. الا مرحبا بضيوفنا اللي لفوا زوار عدد ما يلوح البرق ويحن رعاده.
هلا مرحبا باللي لهم حشمه ومقدار، تراحيب من صافي ضميري ومن قادك على الشاش ما تنجب الا نجوم كبار، نجوم على الساحه وهذه لهم عاده، على الشاش ما تنجب الا نجوم كبار، نجوم على الساحه وهذه لهم عاده، على الواقع اللي على الواقع اللي جاذبه يمها الانظار، طحاطيح وزحول وقيادات معقاده، على الواقع اللي جاذبه يمها الانظار، طحاطيح وزحول وقيادات معقاده، رجال لهم في الطيب والمرجله معباره، في نسخه مراجل عندهم عزمه واراده، وابو صالح اللي فلق سيفنا البتار يشيل الحمول ويعطي الحق وزياده، وابو صالح اللي فلق سيفنا البتار يشيل الحمول ويعطي الحق وزياده، وختام القصيده قلتها من ضميرنا حار، وانا شاعر من لابتنا كلهم ساده. سلامتكم وسلامتكم. ما عليكم جو، ما عليكم. الله لسانك. سبحان الله عبدك. بيض الله وجهك وجمل الله حالك. شكرا. ابو تغيم. سمي ابو. انت منشد. ابو مالك. ولهم حق عليك انهم يسمعون صوتك. لازم. لازم. ابشر. ابشر واسع، ابشر تامر. هذه ابيات للشاعر عبد الله بن عون يقول فيها: يما لعيونا الوشاعل يا تبينتي تماهلي في مشارك لا تعجليني خلي مشارك شوي شوي له انتي ردي علي السلام يا قربتيني وان كان يمي بعين اللطف عينتي عز الله اني من الناس الحضيضيني من عقب يا بنت في قلبي تمكنتي يلا بسكناك في قلبي يهنيني. سلامتكم. صح صوتك ابو تغيم وبيض الله وجهك. اما الان ننتقل لفقرات الضيوف مع اخوي والرائع سالم بن معدي. تفضل يا بن معدي. انتوا يا ضيوفنا فلكم حق ولكم قدركم ولكم مكانتكم ويوم يقال تدرون بالغله في صدورنا كنا لكم لكن معي واحد من خواني في النسخه واحبه واحب قصيده واحب قصيد ابوه اللي هو الشاعر محسن ابن محمد القريشي السبيعي ودنا ابك تسمعنا مالك عذر من قصيدك ولا قصيد ابوك ما تحب اللي يحبك يا ابو معدي الله يطول عمرك اول شيء مرحبا بكم وما سهله ترحيب المطر وترحيب الحياه ثاني شيء والله ان المقام ذا انه اكبر من القصيد وانه يعجز القصيد من دونه وعلى ما قالوا ابو معدي كفو ومجمن نوافي وما جاب له المطليق له لحسين الصيعري لكن بمناسبه الامطار بمناسبه الاجواء الزينه بعطيكم قصيد مفلبل يقول ابوي لي فاطر يوم احلي ويش احليها اللي تقود العشاير تنها باشا سودا يحاول وبرها في مزاريها والمتل منوشينا ما حد الناشا جليلة العظم وثقال مواطيها وتن رقبتها الباقى العمر نعاشة وان شفت جبعة نظرها ورسم ذنيها تنها تنوش من العالي تنواشة ترجح لصوت الموده يمراعيها ملحن على سكة الهبال شواشة ونغب شور الخباري من منويها معدر منول مخيلة حج الرشاشة كل الدبش في نهار الورد تليها مقام يلحق بها الراعي محواشة يا ما سهرت الليالي في مشاهيها كم ليل ناخذ تساريبه ومغباشة نتعب لها في هواها يوم نغليها واليوم طاري تماثيل على الشاشة يا شنجون علي يوم نطريها من يوم مقبوبها والنفس من داشة ولولا المرض كان ما اخذت الثمن فيها لو قيل شكر مصدق واستلم كاشة والأمر لله وجميع الناس يرضيها كم واحد يفخر بوقته ونعاشه وعسان يسلم من الدنيا وبلويها لبد يوم الفتى يجي بطراشه سلامتكم الله لا يهينكم عدي بين وجهك محسن محسن لبيه
طالب طلبه على خشم تعطينا قصيدة المرسيدس. نعم عطنا اياها. ابشر بس انا نختمها بالمرسيدس. هذا يقول سعود بن بخيت الشطيطي يلا على اللي مبيض وجه راعيه وعنده على المسرى نطول مرونه مركب مشايخة الخليج ودواهيه اللي لهم صناعته يشحنونه فخامته من داخله دون بقيه تخلي الفقري يحسب ديونه تحنها من الارض وتحن بوديه من صفق نسنا سلها وفي ركونه ودك لجا من كل طرقه تعشيه وتدهن من فخم تولتهم طابلونه هنعتبره انه خوي نتخويه وحق الخوي على الخوي المصونه وتلحق على بعض الرجال المشاريه اللي يحبونه وهم يحسبونه سلعه شريطين يبيعه ويشريهم صفطه لين ياتي زبونه وقدام تطفر روس الاموال ما فيه من شكله وحجمه ونوعه ولونه لا تقول لي سمه ما يحتاج اسميه اسمه هو من البلد يعرفونه ابي لو ادى اول الليل تاليه وجاي اسحب اخر ثلث يمي يردونه مريت من له عند ذكره وطريه تدري على ما الطيب يقدرونه ما هو بينشدري ولا انت مسريه ولا يداني للكرام المهونه لكن عذره بعس الله يعافيه بيوت اللي يحبها هالنمونه يم القلب الحاد يلهم حاديه وبالله يا اهل البيت لا تشلعونه وانا ابا من شعر ضيدام فتيه اللي مجانين الهوى يحفظونه هم نمر اللي نحبه ونغليه من يضحك حجاجه وتضحك سلونه اللي لو انه يدري اني متعديه يمكن تغير فلو ادم ظنونه ولا نسجه لين نبعد مساريه وعليه من عند الاله المعونه البعد عن عفن العلوم ودواديه عرف لذاته من يمارسونه سلامتكم وعذرونا على القصور. الله وجهك الله يبيض وجهك يا ابو محمد ويصح لسانك وتدري اني احبك واحب قصيدك وقصيد ابوك يعلم الله طول عمرك. حني الربع ذا الحين بنعطيه ضيوفنا يوم يقال حن فرحانين بمجيكم لا نجم شاعر المليون عبد الهادي بوديه استاذ ولا مسلم بن وارد ولا صالح بن بطاش ولا نجم الصيعر ولا مسعد بن عبد الله حن ودنا بكم التقادرون فيما بينكم وتهبونا من العلوم الطيبة اللي عندكم والجماهير ينتظرون الإبداع اللي عندكم والله يا جيتكم ذا الليل انها عندنا يوم يقال شيء كبير جيتكم حسوبة علينا وعلى الجمهور وعلى طاقم القناة فالله يحييكم تحيات المطر. أنا بديت بأبو وارد وبديت بأبو سعيد كلنا أطيب من الثاني تقادروا فيما بينكم يا اثنين لبيه إيه. عنده مايك مع مايك يبيض وجيهكم يطول عماركم يجملكم إن شاء الله اللي جمعتونا في ذا الليل الطيب الله يوفق حسين وبقية أخوياه ومثل ما قلنا لكم في بداية الكلام وإن شاء الله نقول وفعل إن من الداعمين لكم جميع أنتم كلكم عيالنا ما هو بحسين ولدنا بالحالة كلكم والله ونعم وتستاهلون الدعم. أقول توكلنا على اللي كل مسلم طامع برضاه إله نعبده وانضاقت الدنيا سجدنا له بعد هذا ضميري ترجم إحساسه وجاب أقصاه عسى التوفيق فاله وجماله دائما فاله دعيتك يا الكريم الواحد اللي كلنا نرجاه بيدك الخير والمسلم عليك علقى ماله دعيتك يا الكريم الواحد اللي كلنا نرجاه بيدك الخير والمسلم عليك علقى ماله تعز الدين وتعز الملك وارض الوطن تحماه بظل القايد اللي كل ما كبر الحمل شاله تعز الدين وتعز الملك وارض الوطن تحماه بظل القايد اللي كل ما كبر الحمل شاله زعيم جعل ربي من شروره للحسد يحماه تجي فيه القصايد من بحور الشعر مختاله ابن عبد العزيز اللي وقف للجهل لين انهاه بحكم عادل ثم عادل وصابها عياله وولي العهد رجل الدوله اللي طيب مجناه طموحه لو على متن الجدي وسهيل يسعى له نهض نهض الطموح من وفاه وطيب من رباه ولا به مستحيل الا وصل له كاس بالناله وولي العهد رجل الدوله اللي طيب مجناه
طموحه لو على متن الجدي والسهيل يسعى له. حنا والله ودنا نتيح المجال للجميع، الله يطول عماركم ويسلمكم ويبيض وجيهكم، ولا ودنا ناخذ من وقتكم. مليون عبد الهادي بوديه. نعم استاذ. الله يمسيكم بالخير جميع. القصيده بشروب القصيد، ولكن قبلها خمسة ابيات. انا اتصل بي الشيخ سالم بن علي بن معدي الله يطول عمره، وهو رمز من رموز المنطقه الجنوبيه وشيخ من شيوخ قحطان. اتصل بي وانا والله في الدمام، عندي مناسبه عقب بكره زواج، ولا لقيت اتصاله ورسائله للساعه 12 الظهر، وحركت صوبه تقدير وغلا، والرجال ما يعتذر في خواله، وهم صبيان خوالي. تهيأت وانا مقبل في ذا المطار بخمسة ابيات قبل القصيدة اللي بنعطيكم اياها، وهي والله اقل من غلا آل معدي وشيبانهم وتاريخهم اللي يجمل. يقول عز الله ان سالم تفرد الحالة ومثل شيوخ يحتمون التوالي، جده علي رمز الوفا والجمالة اللي على فرقاه يا برية حالية وسمية، يعسف الصعاب بسهالة مقطع حقوق، ومن مشايخ خوالي الشيخ سالم شيخ عرفوا شكاله ومكانته مثل مكانة عقالي، وسمية يعسف الصعاب بسهالة مقطع حقوق، ومن مشايخ خوالي الشيخ سالم شيخ عرفه وشكاله ومكانته مثل مكانته عقالي. لو كل رجال خوالي خواله ما شفت رجال من العز خالي. سلامتكم. صلوا على محمد. هذه أبيات بسيطة، ولا والله انغلى صبيانة خوالي معلقات، وقد قلت فيهم معلقات، ولكن لو عديتها أذن الصبح ما قد خلصناها. صلوا على محمد. الجو مطر وغيم، وهنا قصيدة تناسب الموقف. الله يطول عماركم. يقول استكن الليل واختالت القمرة دجاه، حزة فيها خذ الليل من حزة عصير، مستلذ بخلوتي من ضغوطات الحياة، في نفود سقفه نجوم وترابه حرير، جلسة تستنطق الهم وتبيح خفاه، هي حبل بالي ودلوه لو الأعماق بير، في طرفها شاع من نار من عود الغضاه، جمرته وقاده وريح دخانه عبير، شعب الراقن حدود السنة فاقد سنة، وصارت الوسمية المغدقة جمنا غزير، لقبل سهيل ولمع في السماء الدنيا ضياح، عودتنا نجد تزمر على سودة عسير، لازهرت ريضانها جوها نفحة هوا، ريح تبشوت الأمة ضحى العيد الكبير، ربعت دار الملوك المشاكيل ادها في حماهم، ما بقى في الوطن قاعن خطير، تسرح أذواد البدولة وسوم ولا رعاه، نخله وسيفين واسم المطية والبعير، تسرح أذواد البدولة وسوم ولا رعاه، نخله وسيفين واسم المطية والبعير، الخلل ممتد مليانه شعيبه نفاه، خيمت بين الفياض اعتبرها قصره امير، اعشق السجه وانا اللي يشد الانتباه، واكره الضوضة وانا اللي محبيني كثير، منعزل واللي ورا الناس عيني ما تراه، يستدير الكون وانا خلافي ما استدير، دون وجهي ترخص احلام عمري من غلاه، الطموح اللي بلا جهد نظارة ضرير، ويش ربحي فالحياة ان خسر وجهي حياه، مؤمن ان السمعة ابقى من العمر القصير، الفقر ما من فقر والغنى ما من غناه، اجهل شعور الغني واجهل شعور الفقير. وسلامتكم. الله يصح لسانك يا ابو سعيد ويبيض وجهك. اللي يثني على ابو علي جعل ربي يطول عمره، كان معطيني مكاسب الحياه كلها، ولا ما انت ثنيت على ابو علي ويستاهل الثناء، واثنيت علي انا، والله لو اني تاجر
نصقع كبلك زدلين يعلم الله يشهد الله، ولكن الله يبيض وجهك ويجمل حالك ويجعل ربي يطول عمرك. انت من بيت شعر وبيت شيخه وجعلنا ما نفقدكم والله يكثر من اشكالك. اول قصيده قلناها سلام في صاحب السمو الملك الامير سلطان بن عبد العزيز اثناء زيارته لنا في محافظه شروره، الله يا رب يرحمه ويسكنه الجنه. تشرفت بإلقاء هذه القصيدة قدامه جعل عظامه الجنة. أقول باسم أمير المنطقة واسم الأهالي، كنت أنت الحليب تهدى يا وزير من جنوب وشرق غرب ومن شمالي، كنت أنت الحليب تهدى يا وزير من جنوب وشرق غرب ومن شمالي، عشت يا سلطان من عمق الضمير في قدومك يومنا يوم احتفالي، والشرورة تلبس الثوب الحرير يا ولد عبد العزيز اقبل مقالي يا سديد الرأي يا نعم الأمير، يا ولد عبد العزيز اقبل مقالي يا سديد الرأي يا نعم الأمير، انت مال الطيب من اول وتالي يشهد التاريخ صفحاته تشير تحت ظل الفهد قايدنا المثالي، والجزيرة تحت رايتكم تسير عاش ابو متعب على طول الليالي، صانع المعروف بالمنصب جدير، وانت يا سلطان حلال اشكالي، دخرنا في يوم تحقيق المصير، ما تحبون الحيل ولا احتيالي، ولا رضيتوا فعل من خان القطير، عادة للمملكة ما لا ما تزالي تكتفي بالنصر وترد المغير، عادة للمملكة لا ما تزالي تكتفي بالنصر وترد المغير، يوم جيش المملكة خاض القتال لين عاد الحق للشعب الأسير، شنوا الغارات دربين الفعالي ما يهابون المخاطر والخطير، ما سكتنا في نهار الاحتلالي في نهار فيه ما طرنا غزير، رفرفت راياتنا بين الأهالي شعبنا منصور ما فينا ضليل، حلت العرضات وانفك المجالي وانشرح قلب الصغير والكبير، موطني يا موطني على الكل غالي منبع الإسلام والخير الكثير، للطلب تاتيك فزعات العيالي في نهار الحرب والصوت النكير، قدها وقدود ما نقبل جدالي يشهد المعبود علام الضمير، قدها وقدود ما نقبل جدالي يشهد المعبود علام الضمير، قدها وقدود ما نقبل جدالي يشهد المعبود علام الضمير، عاش من حسب ولا هذا القتالي لجلها نادى بتحقيق المصير، عمر الصحراء وزانت بجمالي واصبحت وديانها مثل حصير، ذاق لجل المملكة مر وحالي، يرحم يرحم الله صاحب الرأي البصير. سلامتكم. الله يصح لسانك يا ابو وارد ويبيض وجهك، والقصيد يزين في راعيه ويليك في راعيه، وانت قصيدك طيب وراسك طيب يطول عمرك. معنا خوي ناجعكم تسلمون وياه في النسخة ومشغلنا، عيل اللي يشارك معنا ذا الليل، هاسلم يا فؤاد. سلمت أول شيء مرحبا، عد لي بالنسخة. الله يطول عمرك. تعال يا فؤاد تعال جنبي عشان ما تزعل علي. الله يطول عمرك. ابن عمي عمي سالم. طيب غني وجهك يا عمي سالم، أنت عمنا كلنا، الرجال ذين أبوك واحدة ولا ثنتين، رب الله يمشي صح. ارقد ارقد عندي. حي والله ذا العيد، حي والله ذا العيد. اشر لي بس اشر لي يا ابو. حي والله ذا العيد. يقول يا غناتي لا تحاسبين دمعي ومسال، ضعفي ولا خوفي ولا كذا ولا كذا، والله اني من رجال يضدون الرجال، لكن الحظ الردي هل دمعي كل ذيه. سلامتكم. هذا والله اللي عندي يا طويل العمر. الله يصح. ولا تنسى يا عم سالم، لا تنسى الرجال ذي جعلني فداك. الله يصح صوتك يا عم دليل النسخه. انا يقول جعلني فداك. كفانا شرك. ولا ضيوفنا لهم حق علينا مهما كان، حن لو ان الشيء بيدينا خليناكم تقعدون معنا لين نظهر مع من ذا البرنامج، اما بمركز ولا ببرايم، ولكن هذه سياسه برنامجي والله يحييكم. ننتقل للشاعر سلمان بن علي. استاذ
حقيقة بنشارك بقصيدة للوالد الله يرحمه يوسع عليه جميع أموات المسلمين، فيها من العظة والذكر الطيب. يقول فيها: طلبتك يا رحمن بدي هولا، طلبتك يا رحمن بدي هولا، يالله تدل الناس درب إمامنا، إمام البشر من يتبعه ومسلم النصيحة بقولها لإخواننا. في نصيحة الأخلاق خير من الفتن لابد ونعشنا لزوم فراقنا، في نصيحة الأخلاق خير من الفتن لابد ونعشنا لزوم فراقنا، ولابد بعد الثوب ثوب من الكفن وحفرة صغيرة بعد كبر ديارنا. كم واحد نعمر يبي له فلة ويقول ميد الناس وفسواقنا، ولا در أن الموت ياتي بغتة، تفكروا يا ناس وين أجدادنا. كم واحد نعمر يبي له فلة ويقول ميد الناس وفسواقنا، ولا در أن الموت ياتي بغتة، تفكروا يا ناس وين أجدادنا. الله يعز الدين ويعز الوطن ويعز أبو فهد زعيم بلادنا، وسلامتكم جميع. وجهك وجهك ويقول إن شاء الله يا أبو علي ويطول عمرك وعمرك يطول ويسمعك ويجعل عظامه في جنات النعيم. الله يسمع دعاك إن شاء الله. لو أن الفقد بيعيد ويتكرر كان فقد أبوك علينا كل يوم وكل ساعة. الله يطول في عمرك ويسمع. والآن ننتقل إلى الشاعر عبد الهادي بن وارد. نبيه. الله يمسيكم بالخير، نتمنى لكم التوفيق جميع. أقول أنا سعودي عزني عالي الشان، أنا سعودي عزني عالي الشان، الواحد المعبود جل جلاله، المملكة داري وهي خير الأوطان، مهبط كتاب الله ونوره الرسالة، دار الكرم فيها رخاء ومن وامان، ورجالها قوم الوفاء، والأصالة للعز والتاريخ والمجد ميدان، والشعب والحكام نفس السلالة، للعز والتاريخ والمجد ميدان، والشعب والحكام نفس السلالة، ملوكنا للسعود ذربين الأيمان، منا وفينا وأهل طيب وشكالة، وأهل الولاية من قديمات الأزمان، وحكم من الله ما رضينا بداله، مرت ثلاث قرون للدولة أركان، ودروع ضد أهل الفتن والجهالة، وبلادنا العظمى للأمجاد عنوان، وبلادنا العظمى للأمجاد عنوان، الخير فيها هل وامطر خياله، جاه معزي وانهمر غيث الأمزان، والله بارك له وبارك عياله، واليوم دار الخير في حكم سلمان، مليكنا العادل وحنا رجاله، واليوم دار الخير في حكم سلمان، مليكنا العادل وحنا رجاله، فتح الدرب العلم والخير بيبان، ما فيه مجد الا سعاله وناله، ومهندس الرؤيا عضيده كحيلان، معربه الانساب جده وخاله، ولي عهده فارس وشهم وحصان، ولي عهده فارس وشهم وحصان، المجد كله في يدينا احباله، طموح ورياده بخطه وبرهان، دون الوطن واقف بماله وحاله، اشهر على اصحاب الحيل سيف شامان، وقضى على اهل الشر واهل الضلاله، اشهر على اصحاب الحيل سيف شامان، وقضى على أهل الشر وأهل الضلالة، والشعب كله جيش للدار وأخوان، في ظل حكام الفخر والعدالة، لمنها ثارت زلازل وبركان، الخصم في يوم المعارك انطاله، ونفتخر في موطني دار الإيمان، ومن القصيدة ابدع لداري جزالة، والشاعر اللي ما نظم فيه قيفان، عن الملامة ما نكرم إسبالة، لو كان عنده فوق 70 ديوان ما ينحسب شاعر اللي أجا مجاله. سلامتك. أنشبت ريدي الحين أشبع بريدي. تروح ان الربع نعيش واقعيتنا.
اي والله انا معكم الا ما حصل. عطري اياه خليه جناني لبيه. الله يصح لسانك ويبيض وجهك ويجمل حالك انت ومي يسمع. اقول لكم ذا الليل عندنا حل ليل ثاني لا في ريليتي وقعدنا نسولف مع ذي الوجيه الطيبه والله يحييكم. يا الربع فيها صبي صغير انا خاله سالم بن محمد هنا على قلبي والرجال متواصل معي من الجنوب قال قد زينت له قد زينت لي قصيده قلت الثاني بالقصيده تعال اسلم تعال جنبي اول شيء يقولوا ما شاء الله واذكروا الله صلوا على النبي صلوا على النبي. انا عندي قصيده للشاعر علي بن نايف اللي كسبنا الطيب ما خسرناه هذه موادينا وشيمه عربنا نقدر الكف والسنافي وندره وين الرجال اهل الفها وش كسبنا الطيبين اللي لهم وقفه وجاه ما هو بغريب ما هو غريب ان كان طاب وطبنا الطيب ما نقدر نعامله بالياه لو كان في تالي الليالي نكبنا وسلامتكم. بيض الله وجهك عندك شيء والله الله يبيض وجهك ويصح لسانك. ادعي المرشد خليه يجينا. استاذنكم يا الشعار ومن بعد اذنكم بنحول على المنشدي وبنرجع لكم. ورحبوا معنا بالمنشد صالح بن بطاش ونستاذنكم بعد اذنكم. لبيه. عندي ايه. مرحبا والله ومسهلا. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير جميع ان شاء الله. تبغون الغزل؟ كل يوم احاول املى عيوني من حلا لا فهق وجه حرير وجه كله حرير كل يوم احاول املى عيوني من حلا لا فهق وجه حرير وجه كله حرير لو يصد شوي ويغيب ويطول جفاه انا وياه اتفقنا على نفس المصير. سلامتكم. الله لا يهينك وبيض وجهك. عندنا شاعر بيعطيكم قصيده. سلام يا عز العرب والعروبه يا قايد الاسلام سلمان سلمان يا القايد اللي تفتخر به شعوبه بالمرجله وفارس وبالرحمن سان سلامتكم. من اللي عندك الحين؟ انا مش نجم الصعر صديق. عطايا. رحبوا معنا بالمش نجم الصعر. شرفنا. لعب. اسمع. ما شاء الله. ده الحين بنخط. مسافه بعيده يا ولد. بنخط. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور. حب. الله يبقيك. بيت. تعال. انا. سلام. قوي القلب يترك صملته خلف الضلوع العوج لا منه شاف له ذيبين معلق في طرف سرحه ولا يسهيف الذرعان انا المخطي وانا المرجوج وانا اللي طار عقله عقب ما شافك من الفرحه وانا ماني بلا بندر ولا انت بنت راعي الفوج انا اللي طق بابك بالغلط لنا انفتح جرحه انا اللي طق بابك بالغلط لنا انفتح جرحه الله يسلمك يا الربع صلوا على النبي
أنا طالبكم تقولون ما شاء الله تبارك الله. لا الحاضرين ولا المشاهدين، صلوا على النبي واذكروا والله. احنا الحين ما نبيك تشاركنا واحدة ثانية. أبشر بالسعادة. صالح ما لنا عذر، نبي دويتو. دويتو هو دويتو ولا ايش؟ الله دويتو. ارحب. ايش من انت البيت الثاني؟ هات في المويه. لا بغيت اسري مع الليل ما دور خوي الخوي رشاش يلي معاك مسعفه يا خوفني عواذيب لا قمي عوي ولا دخل قلبي من اعواه خفه ورجفه كان قلب الذيب قاسي فانا قلبي قوي ذي صفات الذيب وانا تعلمت الضعافة ولا عشت ضعفا سلامتكم الله يبيض وجهك السال نبي مكوس منكوس ما لكم عذر هنا يا الحمام اللي جفاه المكان يطير ويسند على متن يا الربع انا ضايق وبالله خلوني محتاج لي سجت خطوات عصرية واللي تبونه من واللي تبونه من يدني من عيوني بس اتركوني ترى اخلاقي تجارية سوالف الله يصح اصواتكم الله يبيض وجيهكم جميع يستاهل 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 قولوا ما شاء الله على عمي سالم وعلى نجم السعر قولوا والله عمي سالم اغسلك يا بضربي الله يحفظك يا رب الله يطول عمرك الله يسلم كفو من عرب كفو ونشر الله يسلم مرحبا منا ليوم القيامه يا هلا الفاتح فاجئنا بكم كلمه لك
الترحيب والراس طايل بالرحيب. يقول له أول شيء الله يبارك فيه ويكثرهم من أمثاله، الله يطول عمره. وهذا شبل إن كل بيستفيد منها على بدايته، والله يسر أمرهم ويبارك فيهم ويصلحهم. وأنا أشكر على هذه الفقرة اللي جابها، وهذه صراحة أثرت فينا وعطتنا تحفيز وايد، والله يبارك فيه. اللهم أمين. وإن شاء الله أنه من أعلى في أعلى بإذن الله. الله يتكفي. وفقك الله. وفقك الله. النبي الحين مع الشاعر مسلم بوان سلم طال عمره. هذا وش هذا شبل الصيعر خير من يمثلنا، وما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيه، والله العظيم انه ونعم، وربعه نعم، وابوه نعم، ودائما مجملينا. هذا صغيرهم وش عاد كبيرهم، الله يطول عمارهم. هذا بنت عسان ونعم، نعم من صبيان المعروف، العلوم الطيبه، الله يطول عمرك، ما لك زوج. الان مع نجم شاعر المليون عبد الهادي بوديه. كلمه النجوم الله ذا، الله ونعم. ما شاء الله تبارك الله، حضور والصوت ما يحتاج، ونقول إن شاء الله نتمنى له المزيد من التوفيق، والله يبيض وجهه. ترى أنا من معجبينك. الله يطول عمرك. إن شاء الله بإذن الله يجمعنا عمل. بإذن الله أتشرف أتشرف. ونجم على اسمك. الله يسلمك. أبو علي طبعا عمي سالم هو من محبين لون القزعي، ولكن حد الحين نبغى معنا ربعنا هنا ودلامهم يشاركون، ونبغى نخلص منهم هم نبي القزعي، وأنتم يا ربعنا يا أهل شرورة ما لنا عذر في علمكم الطيبة. معنا الآن محمد بن زارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبت ولا يستغرب الطيب من هلا. أنا طلبت من الإعداد تأخيري ويعطاني وقت لكتابة بعض الأبيات لهذا الصرح الشامخ والعاملين عليه ويستاهلون. أقول قبل قصيدة المطلوبة: بديت بطلبت الله بعدها بسم الله الرحمن، أحمده وأشكره وارجيه أنا في كل الأحوال، كريم خصنا برض الحرم من خيرات الأوطان، تحت حكم الشريعة حكم وذر بين الأفعال. أقول بديت بطلبة الله بعدها بسم الله الرحمن، أحمده واشكره وارجيه أنا في كل الأحوال، كريم خصنا برض الحرم من خيرة الأوطان، تحت حكم الشريعة حكم وذر بين الأفعال. بقول المصطفى ولا بقول الله في القرآن، هذا العز الحقيقي راس مال شامخ عالي، ومن فضله علينا والنعم والأمن والأمان، طلبتك لا تغير حالنا يا الله يا والي. بعدها يا سلام الله على صرح الرفيع الشان، وياصل من يشاهد من وراء الشاشات في الحالي، دعا سالم ولبينا وحنا للوعد لحان، سلوم أجدادنا متوارثة الأول ليتالي، وصلى الله على محمد اختام القاف والأوزان، عدد مطر ربيع هل فوق الأرض همالي. صح الله أبدانكم. أما القصيدة المطلوبة أقول عمر من يسمع يطول وهي نصيحة وتعبر عن نفسها. أنا بنصحك يلي تضايق بعض الأحيان، أنا بنصحك يلي تضايق بعض الأحيان وتلعن أبو وقت تضايقت من شانه، ترى الخير فيما اختارها الله رفيع الشان، وضيقك ووسواسك من إبليس وعوانه، فلا حلو دايم لا ولا جثمة الأحزان، توكل على الله خالق الخلق سبحانه. يقولون كثروا في زمننا شيوخ أعيان، وأنا أقول قلبات الزمن تكشف ألوانه، تبين إعزاز القوم شروا من عندي واللي يسمعون، تبين إعزاز القوم وتبين الرديان، وتكشف كتاب غرنا فيه عنوانه، يا كم من صديق انت حسبه حسبته الأخوان، تجازيه بالمعروف وتشوف نكرانه، ويا كم من عدو لك اللي شاف حالك شان، وقف وقفت المضيوم من طيب جسيسانه، فلا كل من يضحك ولو شفت سنه بان، تبديله الخافي وتغتر بلسانه، حلاله يا ماضن يطرون هالشيبان، حلاله يا ماضن يطرون هالشيبان، على كثر ما به من على صعب نسيانه،
زمان مضى واللي مضى من زمننا كان صريح وفصيح وكانت الناس جعانة على طيب ساس وراس رفقة وفاء وحسان وبيت الرجل سقفة مع سقفة جيرانه. خلاصة كلامي قبل ختمان يلقي فان ولب الكلام اللي تهيط من شانه طغت نعمة الله فاصبحوا كلهم شيخان ونهار الملاقى ما تعين لهم خانه. بعيدنا عنه وعنكم. الله يصح لسانه الله يصح وجهك ويجمل حالك لا على القصيده الاولى ولا التالي. معذرون على التاخير كل شيء منكم زين الله يزين لكم ان شاء الله. من غلاكم معذرون لا في القصيده الاولى قصور والله كل شيء منكم زين الله يزين لكم ان شاء الله. انا والله ما ودي اتعدى من عندك يا ابو وارد نبغى لنا غزليه لازم يب الله الرجال على يمينك قلبه خبر. الرجال قصيده محسوب عليه مثل كلامه محسوب عليه ولكن الغزل العفيف ان شاء الله انه بنقوله تلبيه لطلبك يا سالم. الله يطول عمرك. اقول هلا باللي على كل العداره بالبطوله فاز تقدم في محطات الشرف والفن بهفازي تميز في جماله والشهاده جابها ممتاز مع الاخلاق والمنسب قليل فيه ممتازي درس في مدرسة وأيضا على حسن التعامل حاز على فن العذارة واحترام الناس قد حازي على شانه صبرنا يوم ولع في فوادي قاز على شان العيون اللي عطانا منها القازي على شانه عزيز ومربوع اعزاز ويعتازوننا واحنا لهم لا شك نعتازي ولكن في انضام اهل الهوى عشقه علينا جاز على عز وشرف عشقه على من يعشقه جازي يلا يا زين خف ربك ولا تلعب بي الجنباز ترى نظرات عينك فخلفت في القلب جنبازي عليك اشكي من بشكي وانا ساهر على التلفاز مواصل رحلة التفكير ما صكيت تلفازي تذكرت العيون الناعسة والوصف لي يمتاز ومن حقك على كل البشر بالفن تمتازي خيالك ما يفارقني امام العين لك برواز ولاني ناسك ما دام لك في العين بروازي تراك انت الوحيد اللي على وصفك لقيت اعجاز وانا ماني بعاجز لكن انت اعلنت باعجازي الا يا زين لو شاهدك من هو يمسك المعكازك اكيد يقول من روعة جمالك طاح معكازي الا يا زين سلمتوا الا يا زين لو شاهدك من هو يمسك المعكاز اكيد يقول من روعة جمالك طاح معكازي عليك الله ومانه لا تهاوي شلت المركاز مع أهل المجد والقمة هيدي قبك التمركازي وركز يلغضي من هو يحبك وتقن الركاز وطمن من يحبك لا تغيضه بالتركازي ترى ابن الحر يفهم بالإشارة ما بغي غماز وغير الحر ما يفهم خلاف أهل التغمازي توقع في مسيرك وانتبه لا تسبق اللي عاز ترى من يسبق الأحداث يهدم حيدها الرازي مشاعرنا معك ولا الطرق ما ظنها تجتاز ولا حد بايغامر في طرق ما هي بتجتازي وجودي وجد من حالو عليها العصر بالأكراز على من صوبت قلبي كما طلقات لكرازي على من عين هجزت فوادي والكبد جزاز بنمشي العين هزت قلب كنت أحسبه جازي عسام الله من يجعله محجز في شبك حجاز وديع السجن ما يطلع محجز في حجازي الله يطول عمرك. سالم قبل شوي سألوني الأخوان عن قصيدة وهذه القصيدة معروفة ولا أخذت مجالها من النشر اللي يقول يا ونتي ونات من صاب مضروب من يمنع عذوة
يا ونتي ونات من صاب مضروب من يمنى عدوه لا له بني عم ولا اصحاب بديار ما فيها مروه عليك يا ابو طرف جذاب يا مشعل بالقلب ضوه يا ابو جبين اشقر وجذاب جعل العذاره لك فدوه مشتاق لك والشوق غلاب يلا عسى عندك مروه يا بنت من لجود كساب ويعز مقدار العنوه شجاع يقدم يوم الانشاب زبن المجنه والاخوه. هذه القصيده كثير من الناس ألفوا لها سوالف وألفوا لها قصص، هذه قصيدة تعبر معناها ما لها أي مناسبة مثلها مثل أي قصيدة غزلية، حبيت أوضح لأن هذه القصيدة من أشهر قصائدي تقريبا، القصيدة هذه انتشرت كثير ومن أشهر قصائدي مع أنها ما هي أقوى قصائدي. والله يوفقكم يا سالم وأخوياك، يوفق أبو حسين ويوفق القائمين على هذا البرنامج، أتحتوا لنا المجال وجيناكم والله طربين وونستونا بعلومكم الطيبة كلها. الله يطول عمرك بيضان وجيه يا بيضان الوجيه. الله يطول عمرك إن شاء الله. سلام جعلني أرتاح. لا أنت الله لا يهينك إن شاء الله. أول شيء الربع فالله يصح لسان الشعار ويصح أصوات المنشدين، راعي الثناء يستاهل الثناء. أنا أقول الله يبيض وجه أبوي لونه قد مات يوم سماني بعمي سالم. عمي سالم له علي الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بعد وفاة أبوي احتواني ولو أني مراهق، وهذه المراحل تمر علينا يا شباب، وعدل عوجاي لو أنها ما تعدل، وعلمني على العلوم الطيبة، إذا به فضل فالفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم لك يا أبو علي. بديتني حتى على عيالك وعطيتنا المال وعطيتنا العماير وعطيتنا السيارات وقضيت الدين ووقفت معنا بعد وفاة أبوي، وهبيتني أنا يا سالم أقرب حتى من عيالك الكبار. فالله يبيض وجهك من ذا اليوم لآخر يوم في الدنيا. أنا يا أبو علي ودي أنا لو أعطيك من العافية اللي في جسدي ماني مو فيك حقوقك علي، لكن عليك عهد الله ومان الله أن بربك مثل ما بريت مثل بري في أبوي. وافي وافي يا طول عمرك إن شاء الله. وافي يا أبو سعيد وعذرني يا أبو علي. والله أنا جميل ولدنا يا أخوي ولدي، ما أنا جميل ولا سوينا الواجب علينا. الله يطول عمرك. سوينا الواجب. أنا ودي تعطينا كلمة يا أبو علي، جعل ربي يطول عمرك. ودنا ذا اللي ناخذ لنا قزعي ورازف وننبسط والدنيا ساعة جعلني فداك. أول شيء الله يمسيكم بالخير ونشكر القناة وراعيها ومديرها واللي قايمين عليها ونجومها اللي موجودين فيها، لهم من الشكر والتقدير على هذا الحباوة وعلى هذا الاستقبال اللي والله أنه يثلج الصدر. ولا القزوعي هنا حاضرين بنقوم منه في قزوعي نلعب هنا وفيها أبيات. أول شيء يقولوا يا الله في هذا الليل الفضيل إن الله يعطي مولاي خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، فإنا على كل شيء قدير، والكلام هو فيهم والدعاء لهم، فنحن في هذا الأمن وفي هذا الخير كله بفضل الله سبحانه ثم بفضلهم. هلوم الأمن والخير ما هم مجتمعين هذه الاجتماعات ولا في هذه النعمة، فحنا بنقوم نلعب هنا قجع وفعنا خمس تبيات بنعطيكم إياها، وعسى الله يجي منا وإياكم ونسأله وندعيه. نختم إن شاء الله مع أبو سعيد نفداه ومع بوال. أبشر 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 ووجهك جعل نفداه لبيه على الصلاة والسلام. الرجال هذا شال بشته وعطاه ولدنا، ولا والله انت غارب العطايا الطيبة، تنومس وهو راعي ناموس. ومثل ما عطى ولدنا البشت والله العظيم نجيها من الهجن الصعريات تطيبها. والله العظيم والله طالبك. والله طلبك. والله والله ما عاد تقول شيء. والله والله ما عاد تقول شيء. والله هم تستاهل تستاهل. الله يطول عمرك. انتم تعطون العطايا وابو علي يستاهل العطايا، وجعلنا نردها لكم ان شاء الله. هنا ولا هنا نبغى صفين يرب. هنا ولا هنا اللي ودكم لبيه. إيه شوي الرابع شوي ها. إيه نعم أخويا أنا شوي تضرب شوي بس تقوى. والختامية إن شاء الله بتكون مع أبو سعيد جعلني فداه ومع أبو وارد إن شاء الله وعمرك. أنا معكم. يلا تعد الملك وتعز الإسلام. يلا تدم الملك وتعز الإسلام. يلا تدم الملك وتعز الإسلام. سلمان عسى الله يكثرهم من أضرابه. سلمان عسى الله.
كثرهم من اضرابه هذا وطننا وساعد كل اوطاني من اضرابه حامي وطننا هذا وطننا وساعد كل اوطاني كل الاوطان حامي وطننا وساعد كل الاوطان حامي وطننا وساعد كل الاوطان حامي وطننا وساعد كل الاوطان ومحكم الشرع كل ياخذ حسابه ومحاكم الشرع كل ياخذ حسابه ومحاكم الشرع كل ياخذ حسابه ومحاكم الشرع كل ياخذ حسابه عيش العب وبحاكم الشرع كل ياخذ حسابه وابن المقرش مو بالمات عزراني وابن المقرش مو بالموت عزراني وابن المقرش مو بالموت عزراني وابن المقرش مو بالموت عزراني اشوف هند النهار الضيق غصابة 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 معاهدينا على عز وبرهاني معاهدينا على عز وبرهاني معاهدينا على عز وبرهاني معاهدينا على عز وبرهاني هدنا الداعيه جيشي يسمع الجابه هدنا على عزه وبرهاني هدنا الداعيه جيشي يسمع الجابه عزه وبرهاني هدنا الداعيه جيشي يسمع الجابه هدنا الداعيه جيشي يسمع الجابه حنا لداعيه جيش يسمع الجابة زياد حنا لداعيه جيش يسمع الجابة حنا زياد خلاص حنا لداعيه جيش يسمع الجابة بيض الله وجهك قبل الله وجهك إلها شرورة يلا يلا بالأفتاق يلا يلا يا حسين يلا سلام مرحبا فيها من النور نور واثنية الترحيب والرأس طايل بالرجال أهل الوفا مرحبا منا ليوم القيامة يا أهل الوقفات وأهل الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثنية ترحيب والرأس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور مرحبا منا ليوم القيامة يا أهل الوقفات وأهل الزعامة محفل فيها نشم الفنا مرحبا ولا
والمجالس فاتحة مرحبا به كل زور ممتلي في شور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وفخر بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثنية ترحيب والرأس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تقول مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور محفل فيه النشام الفونا مرحبا ولين من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فاتحة مرحبا به كل زور ممتلي في شور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وفخر بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات واهل الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثنية الترحيب والرأس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثنية الترحيب والرأس طايل بالرجال مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات ولا الزعامة مرحبا
بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة ولا الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثنية ترحيب والرأس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضرة الله لا يهيكم يا الربع ويبيض وجيهكم ولا أنتوا على العلوم الطيبة مرحبا يا أبو فارس الله يحييك تحيات المطر وحن يطول العمر والسلامة عذرك مقبول من شان الأحوال الجوية وحن أبغاك تعطينا كلمة بسيطة جعل نفداك قبل يقلطون الربع على كرامتهم وأنت من ضمنهم وجعل ربي يطول في حياتك ثم يسمع الله يطول في أعماركم وعمرك ويبارك فيكم جميع حسين والله يزيد نابكم وكل رجال منكم حسوب على نفسه وربعه وهله وأنتم العالم كل العالم ينظر إليكم شيخنا يبارك فيك والحقيقة ما نقول أكثر مما قالوا الأخوان لكن يقول ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من قال هذا أنا وحقيقة أنتم دائما أنا أشوف الناس أنا ألتقي بالناس كثير يحكون عن قناة الواقع أنها لا تنقل إلا الواقع الواقع اللي نبغاه الواقعية في الإنسان والإنسان إذا سار عن نفسه راضي ترى كل عنك راضي وعيش واقعيتك مع الناس تكسب رضا الله أولا ثم رضا والديك ثم رضا نفسك ثم رضا الناس كلهم التقمص للشخصيات والتقليد والأشياء هذه ما تنفع بل الإنسان على نفسه بصيرة كل إنسان منا يحاول دائما كل إنسان يوده أن يكون العلاء في كل شيء ولكن تروا هذه مقاسي من رب العالمين تعلمون ابن باز في أعلم منه في أعلم منه ابن عثيمين في أعلم منه في أعلم منه لكن أراد الله لهم الظهور ابن جدران الله يرحمه في أشعر منه في أشعر منه لكن الله أراد لابن جدران إيش إنه يكون ظاهر كلما حسنت نيتك وصفيتها كلما ارتقيت سريعا كلما كان هدفك خدمة المسلمين خدمة المجتمع كلما كان هدفك إرضاء والديك كلما كان هدفك تسخير نفسك طاقاتك وجهدك ووقتك ومالك وما تملك للدين وللإسلام والمسلمين ومجتمعك وحكامك ومشايخك وعلمائك كلما الله أظهرك فأسأل الله أن الله يبارك فيكم وأن الله يصلح حالكم والله أننا فخورين فيكم بكل ما تقدمونه سواء كان كلم أو كان شعر أو قصيد أو نثر فنسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم ويسر لكم الأمر وينجحكم في الدنيا وفي الآخرة وترى نجاح الآخرة هو إيش هو الأهم ها فنسأل الله أن يجعلنا وياكم الفائزين مشكور يا ابن عمنا نسأل لك التوفيق والمباركة جميل ما قدمت لا أنت ولا زملائك مشكورين نرفع لكم الراية ووجيهكم بيض والله يطول في عماركم ويكرمكم واسمحوا لي على الإطالة طول عمرك إن شاء الله كلامك طيب ومن طيب ولا جيمك لك كل علم طيب تعلم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في ختام فقرتنا لهذه الليلة لا نقول وداعا بل إلى لقاء آخر وآخر كلامي أسلمه لأخوي النجم حسين جعل ربي طول عمره معنا والله نحن ما ودنا نحن وادع إلى الحوات الغانمة لكن سياسة برنامج وعسى الله يعطينا خير هذا كمان إن شاء الله نقول أول شيء مرحبا بكم ومسهلا والله العظيم ودنا الوقت طويل والمقعد معكم ما يمل يشهد الله ونقول قوموا على عشاكم باسم أبو صالح صاحب القناة وباسم أبو معدي وباسم أخوياي كلهم ومرحبا بكم مسهلا والله ثم الله نقدركم إنها موفيدة نقدركم في البل لكن الوقت كيض صغير مثلكم من يعذر ومرحبا بكم مسهلا قدركم في عيال البل ولا صار هدايا ولا كبار التعاذير تم الله يحييكم تم مرحبا فيها من النور نور
الترحيب والراس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تقول مرحبا من اليوم القيامه يا اهل الوقفات ولا زعمه مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور محفل مرحبا من اليوم القيامة يا هل الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وفخر بكل الحضور قلتها من طيب شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصخور مرحبا من اليوم القيامة يا هل الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور مرحبا وأهل الزعمة مرحبا فيها من النور نور واثني الترحيب والرأس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات وهل الزعمة مرحبا فيها من النور نور واثني الترحيب والراس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تقول مرحبا منا ليوم القيامة يا هل الوقفات وهل الزعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور محفل فيه النشام الفنا مرحبا ولن من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور كل طيب يوم جنا هلبه والمجالس فتح مرحبا به كل زور ممتلي في مرحبا من اليوم القيامة يا هل الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وفخر بكل الحضور قلتها من طيب شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصخور مرحبا من اليوم القيامة يا هل الوقفات ولا زعمة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور مرحبا من اليوم القيامة يا هل الوقفات ولا مرحبا فيها من النور نور واثني الترحيب والراس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تقول مرحبا من اليوم القيامه يا هل الوقفات ولا زعمه مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور محفل فيه النشام
كل زهر ممتلي في شهر. مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات ولا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وفخر بكل شاعر جمل ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصخور. مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات ولا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. مرحبا واهل الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، واثني الترحيب والراس طايل بالرجال اهل الوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، واثني الترحيب والراس طايل بالرجال اهل الوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. محفل فيه النشام الفونا، مرحبا ولين من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور. كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فتح مرحبا به. كل زور ممتلي في شهر. مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا وفخر بكل الحضور. قلتها من طيب شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفان فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والراس طايل بالرجال اهل الوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تبور. مرحبا من اليوم القيامه يا هلا الوقفات وهلا الزعامه. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور. محفل فيه النشام الفونا، مرحبا ولين من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور. كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فتح مرحبا به. كل زور ممتلي في شهر. مرحبا من اليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايشا
وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة واهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة واهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والراس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والراس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. محفل فيها نشمة الفونا. مرحبا ولنا من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور. كل طيب يوم جانا هلابه والمجالس فتح مرحبا به. كل زور ممتلئ في شور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس منه يشيله شايشا وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والراس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. محفل فيه نشمة الفونا. مرحبا ولنا من يوم جونا والفرح داهم جميع الصدور. كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فاتح مرحبا به. كل زور ممتلئ في شور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور نور. ليلة تسوى ثمانين ليلة من طرب والراس منه يشيله شايشا وافخر بكل الحضور. قلتها من طيب حظي وراسي شاعر جملت ربعي وناسي وانحت القفل فوق الصخور. مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفة وهلا الزعامة. مرحبا فيها من النور نور. مرحبا فيها من النور.
مرحبا منا ليوم القيامه يا هلا الوقفات واهل الزعامه مرحبا فيها من النور نور واثني الترحيب والراس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضره ما تبور مرحبا منا ليوم القيامة يا أهل الوقفات وأهل الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثني الترحيب والرأس طايل بالرجال مرحبا منا ليوم القيامة يا هلا الوقفات وهلا الزعامة مرحبا فيها من النور نور مرحبا فيها من النور نور ليلة تسوى 80 ليلة من طرب والراس من هو يشيله شايش الوفخر بكل الحضور قلتها من طيب حظي وراسي شاعر